الموارد المائية والري لموسم الفيضان لنهر النيل والذي يبدأ في شهر أغسطس القادم تتضمن الاستعدادات صيانة ورفع كفاءة السد العالي لاستيعاب هذا الفيضان وتخزينه خلف السد لتلبية الاحتياجات المائية للبلاد. والمزيد من التفاصيل في حوار الزميل عاطف عبد الشافي مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري. الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، كيف استعدت وزارة الري لموسم الفيضان لهذا العام؟ وهل السد العالي قادر على تخزين المياه واستقبال هذا الفيضان؟ بداية طبعا عارفين فيضان نهر النيل بيجي في شهرين، شهر أغسطس وشهر سبتمبر. طبعا السد العالي مصمم على استقبال فيضان واستيعابه، المناسيب في السد العالي تسمح، بيتم تخزين هذه المياه ثم الصرف منها على احتياجات البلاد سواء في الزراعة في الشرب أو في الصناعة طوال العام لحين ورود الفيضان التالي. وبالتالي قواعد تشغيل السد العالي تفي بمواجهة الفيضان أو أي فيضان محتمل. أهم المشروعات المكملة التي تنفذها وزارة الري بالسد العالي لرفع كفاءة هذا المنشأ الحيوي، هو طبعا صيانة المنشأ، ده مهم جدا. الوزارة لها برامج لصيانة منشأ السد العالي والمناطق المحيطة باستمرار، طبعا سنويا بيتم صيانة كل أجزاء السد العالي وضمان سلامة جسم السد العالي، والحمد لله الأعمال بتضيف وترفع من كفاءة هذا المنشأ. أهم ملامح قانون الموارد المائية والري الموحد، وطبعا القانون الحالي بيعالج الثغرات اللي كانت موجودة في القانون القديم أو أي نقص كان موجود في القانون القديم. القانون الحالي بيعالج هذه الثغرات، خاصة وأن هناك مستجدات ومتغيرات حدثت لابد من أخذها في الاعتبار، خاصة أن القانون القديم بقاله أكثر من 30 سنة، وبالتالي خلال هذه الفترة حدث متغيرات كثيرة أخذت في الاعتبار في إعداد القانون الحالي. يمكن أبرز ملامحها بالضبط هو السيول، وإحنا عارفين طبعا السيول ومخاطرها وكيف يمكن الاستفادة منها وتحويلها من كارثة أو نقمة إلى نعمة تكون مفيدة وتعظيم الاستفادة بالضبط وحماية الممتلكات والأرواح. يدرج لها باب خاص في القانون يحدد أسلوب التعامل مع السيول، دور الدولة ودور المواطن في التعامل. بالنسبة يا فندم للتعديات على المجاري المائية أو نهر النيل، أيضا نهر القانون الجديد برضو يتناول هذه المشكلة، وطبعا في تغليظ العقوبات خاصة وأن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر فلابد من الحفاظ عليه، فالتعديات أيضا ليها باب خاص يتعامل القانون معه بحزم وحول الحفاظ على نهر النيل. أيضا القانون يتعرض إلى أدوات كثيرة منها المشاركة في إدارة المياه، فالفلاح يصبح شريك في إدارة المياه وليس فقط متلقي خدمة لكن يشارك في صنع هذه الخدمة التي تعود بالنفع عليه في زيادة الانتاج ووصول المياه بالكمية والنوعية الكافية. هل هناك دور لمنظمات المجتمع المدني في هذا القانون؟ طبعا هي من خلال المشاركة، القانون يسمح بتكوين منظمات المجتمع المدني بما نسميه رابطة مستخدمي المياه سواء على المسأة أو على الترعة. تقوم هذه الرابطة باختيار أعضائها من المتفقين على الترعة وتحديد مهام ومسؤوليات الرابطة، منها الحفاظ على المياه، عدم إلقاء مخلفات فيها، الحفاظ على جسور الترعة، وبالتالي تصبح الترعة وكأنها ملك للمزارعين يحافظوا عليه، وبالتالي ده يساهم في زيادة الانتاج الزراعي. وغدا إن شاء الله جولة جديدة وأخبار بلدنا.